عنده المهام الكبيرة اللي تحدث عنها هنا في الأخبار الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عصام السباعي رئيس تحرير آخر ساعة. عصام السباعي كتب في يوميات الأخبار جزء من ما وراء الشباك، قال جاءنا الصوت عبر الهاتف وكأنه من بعيد يحدثنا عما يحدث في الزمالك ويبعد عن الزمالك واللي بيحصل له، لكن بيقول وما أريد مناقشته هو أنني بالفعل مندهش من ردود فعل البعض حول ما أكتبه عن الأهلي، وكأنه حرام أن أكتب عنه، واكتشفت أن الكتابة في الرياضة سواء عن الأهلي أو غيره مزعجة، وأن المناخ مسمم، اكتشفت ذلك بقوة عندما كتبت بعدها أشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي وقدرته على تجاوز الأزمات والعقبات وقامت الدنيا لدى البعض. ومن أغرب ما تلقيته من ردود الفعل يا باشمهندس هو رفض هؤلاء لأي إشادة، لأن ذلك المجلس في رأيهم عنده مشاكل ومعيوب وإنه إلى آخر، وكل واحد حر في رأيه بالطبع، ولكن أن يصل الأمر لمحاولة البعض أن يقنعني أنني لا أعرف هؤلاء ولا أعرف حقيقة المشاكل، ويظل يخاطب أذني وليس عقلي بنفس المنطق علما بأن هؤلاء لديهم أقلام ومنافذ للكتابة، فماذا يمنعه من ذكر رأيهم؟ الأهم أنني أدرك تماما أن مجلس إدارة الأهلي بمن فيهم الخطيب ليس ملائكة من السماء، وأنه لا يوجد عمل بلا أخطاء، ولكن المهم هو تجاوز الخطأ والاعتراف به ثم تصحيحه، وهذا ما يفعلونه، وهذا هو سر نجاحهم، والأهم أنهم يعرفون معنى العيب ويخجلون منه، ويكفيني ذلك. ويشير إلى أنه ده هو عمره ما شاف مجلس إدارة. أنا قريت المقال. قال إن 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 دي في حد ذاتها، هو في الأول قال لك ما هماش ملائكة، لا تخليهم ملائكة. يعني بالظبط مقارنة باللي بيحصل. صحيح. الحقيقة إن في، شوف أنا قلت لك قبل كده إيه، أن الإشادة بالأهلي بتؤذي البعض. كلمة كلمة المبادئ والتقاليد بتجنن البعض. الناس مش عايزة تشوف حقيقة أن الأهلي بهذه الصفات، فبيتضايق جدا. هو عايز يعني يشوفك في أبشع صورة، لأن ده بيهون عليه ما يراه حوله. فيختتم عصام السباعي يومياته بقوله واسمحوا لي وللمرة غير الأخيرة أن أقول أن الخطيب ومجلسه ليسوا ملائكة من السماء، لكنهم مقارنة بغيرهم ملائكة تمشي على الأرض وتشرف مصر. وبيختم كلام توك توك فيه ناس زي اللب رخيصة أزأز وتسلي. بس اللب لذيذ بقى مكان رخيص يعني ما همش أزأز وتسلى. طيب ده في الأخبار. المصري اليوم ما إن بدأ اليو ديانج الناس تتكلم عنه والناس تشوف إنه حاجة كبيرة وتقيلة في نص الملعب ولعيب محوري مهم جدا، حتى بدأ الكلام إنه هيرحل. شوف المصري اليوم احنا مش قلنا المشروع فلان، شوفوا يا جماعة بس العنوان اتفضل. لا قولي الاول العنوان عشان انا هعلق. الاهلي يضغط على ديانج للتراجع عن الرحيل. طيب هتقولي كلمه قالوا ديانج قال لك انا عايز امشي، عقده بقى فيه 3 سنين يعني. وكان الرحيل هو قرار اللاعب، وكانه مش مرتبط بعقد. وكانه ده انت في لعيب بتقول له شوف لك نادي واحنا معاك، بيقول لك اديني عقدي كله، هذا حق اللاعب، ولكنك انت انا ما تعنيش وانا مش عارف ايه يتلعبني. لكن المصري اليوم كان لديه مشروع ضد الاهلي. بما ان احنا بنتكلم على المشاريع. تشعر المواقف المستمرة عبر سنوات طويلة في سياسة الصفحات الرياضية فيه حاجة غريبة جدا جدا يا استاذ ابراهيم. مشروع مستمر في الطعن والتنقيب ومحاولة شنكلة الاهلي زي على رأي الاستاذ عصام السباعي اللي مزعل البعض. قال لك اسبقوا ما تشنكلوش. دي مزعلة. بيقول لك واحد جالي من بعيد بيقول له ما ابعد عن الزمالك. قال انا ما جبتش شيرت الزمالك. قال له مش كتاب ابعد عن الاهلي ما تشنكلوش. اسبق الاهلي ما تشنكلوش. اسبق الاهلي ما تشنكلوش. فبيعتبر ان انا بقول كده ان ده ضد الزمالك. هو دي النقطه، انك انت لازم عشان كله عايز الناس تهاجم، وده بيبان قوي في كم النجوم اللي طالعه تتكلم دلوقتي بشكل سلبي عن النادي الاهلي، وللاسف منهم بعض من انتسب الى النادي الاهلي.
من انتسب إليه. وانت ذكرنا كذا اسم كده في البريك، بس هم الحقيقه محل دهشتي يعني، مش هنقول اساميهم.